السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات الفرقة الأولى. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن artery supply of four limb. الأرتري اللي بيغذي الفور لم بنسميه الأكسيلاري أرتري. أول حاجة عندنا الأكسيلاري أرتري. الأكسيلاري بيدينا الإكسترنال ثوراسيك رايح يغذي البكتورال جروب. تاني حاجة السوبرا سكابولار أرتري. السوبرا سكابولار بيروح يغذي لنا عضلات السوبرا سباينيتس والعضلات اللي موجودة على ناحية الكرينيال السوبرا سباينيتس والسبكليفيس وعضلات البريكيوسيفاليك. بعد كده عندنا بيطلع من الاكسيلاري الساب سكابولار ارتري. الساب سكابولار ده بيغذي لنا ايه؟ بيطلع منه اول برانش. البرانش ده بنقول عليه الكودال سيركمفليكس هيومرال. الكودال سيركمفليكس هيومرال بيلف حوالين الهيومرس ويروح يغذي السيرفيس بتاع الشولدر جوينت. بعد ما بيدي الساب سكابولار يدينا الكودال سيركمفليكس هيومرال يكمل كساب سكابولار عادي، يدينا هنا برانش صغير اسمه السيركمفليكس سكابولر. سيركمفليكس سكابولر ده بيروح يلف حوالين السكابولا يطلع على لاترال سيرفيس سيركمفليكس سكابولر. السيركمفليكس سكابولر بعد كده دينا السراكو دورزال ارتري. السراكو دورزال رايح للاتسموس دورزاي. العضله دي اسمها اللاتسموس دورزاي والتيريز ميجور بيروح للاثنين ناحيه الكودل. ده الكودل بيروح على التيريز ميجور. العضله دي التيريز ميجور واللاتسموس دورزاي. يبقى ده السراكو دورزال رايح على التيريز ميجور اهي، دي عضله التيريز ميجور ودي اللاتسموس دورزاي. يبقى نقول تاني الاكسيلاري يطلع منه البكتورال طالع على البكتورال جروب، السوبرا سكابولار، سوبرا سكابولار، سب سكابولار، كودر سيركمفليكس هيومرال. بعد كده السيركمفليكس سكابولار يكمل كساب سكابولار عادي يدينا السراكو دورزال. السراكو دورزال قلنا رايح فين؟ ماشي على عضله التيريز ميجور واللاتسموس دورزاي. بعد كده الاكسيلاري هيكمل كايه؟ من اول بعد ما بيدي الساب سكابولار يدينا حاجه اسمها البراكيال ارتري، بيسمى كبراكيال. البراكيال من اول فين؟ من اول المنطقه دي في منطقه البراكيوم بيسمى كالبراكيال ارتري. البراكيال ارتري اول برانش من البراكيال اسمه الكرينيال سيركمفليكس هيومرال. الكرينيال سيركمفليكس هيومرال رايح على عضله البايسبس بيغذي عضله البايسبس، العضله اللي هنا دي اللي هي البايسبس و البراكيالس. يبقى ده اللي هو الكرينيال سيركمفليكس هيومرال بيلف وبيحصل انستوموزس مع الكودال سيركمفليكس هيومرال. يبقى الكرينيال سيركمفليكس هيومرال يحصل انستوموزس مع الكودال سيركمفليكس هيومرال. بعد كده ايه اللي بيطلع من البراكيال الثاني؟ اسمه الديب براكيال. الديب براكيال الديب براكيال الديب براكيال بيطلع منه الكولاترال راديال. الكولاترال راديال الديب براكيال ده رايح يغذي مين؟ رايح يغذي عضله الترايسبس، الترايسبس والتنسور فاشي انتي براكيال، العضله اللي موجوده هنا. يبقى الديب براكيال رايح يغذي عضلات الترايسبس والتنسور فاشي انتي براكيال. ديب براكيال ده اللي هو الديب براكيال. بعد كده يطلع منه برانش رايح لعضله البايسبس بنقول عليه البايسيبيتال ارتري. البايسيبيتال ارتري يبقى ده اللي هو البراكيال. يطلع البرانش هنا رايح على عضله البايسبس اهي، دي البايسيبيتال ارتري. بايسيبيتال ارتري يكمل كبراكيال يدينا هنا حاجه اسمها الكولاترال انر. كولاترال انر ماشي مع الانر نيرف. ده الانر نيرف ماشي معاه رايح للجوينت على الالبو جوينت هنا على الانر اسمه الكولاترال انر. كولاترال انر قصاد الكولاترال انر ترانسفيرز كيوبيتال. الترانسفيرز كيوبيتال ترانسفيرز كيوبيتال ويكمل كايه؟ يكمل كبراكيال. يجي عند ما بين الريدياس والان هنا يدينا كومون انتر اوسيس. كومون انتر اوسيس ده اخر برانش في البراكيال، بعد كده بيسمى كميديان ما بيسماش براكيال. ده الكومون انتر اوسيس. نقول البراكيال تاني بسرعه. البراكيال من اول الجزء ده بيسمى كبراكيال، يدينا الكرينيال سيركمفليكس هيومرال يسمى كبراكيال، دي براكيال، كولاترال راديال، براكيال، البايسيبيتال ارتري، كولاترال انر. قصاد الكولاترال انر نازل لتحت رايح لعضلات الاكستنسور جروب بيسمى ايه؟ الترانسفيرز كيوبيتال. الترانسفيرز كيوبيتال من هنا اوضح اهو، الترانسفيرز كيوبيتال نازل لتحت يسمى. بعد كده يكمل كبراكيال لحد ما يدينا اخر برانش في البراكيال كومون انتر اوسيس. كومون انتر اوسيس داخل ما بين العظمتين الريدياس والان. كومون انتر اوسيس بعد كده الاكسيلاري هيكمل كايه؟ من اول الكومون انتر اوسيس لحد تحت لحد منطقه الكاربال هيسمى كميديان.
من اول هنا لهنا كده هيسمى كميديان، ميديان ارتري. الميديان، الميديان بيدينا البروكسيمال راديال. البروكسيمال راديال بعد كده الميديان هينقسم، هيدينا ايه؟ هيدينا من هنا كده فوق ماشي على اللاترال سيرفيس والكاربال كانال بيسمى الراديال. من قبل ما يدي الراديال بيبقى فيه لاترال بالمر، اللاترال بالمر، اللاترال بالمر، وده الراديال. بييجوا على اللاترال سيرفيس، اللاترال بالمر والراديال بيتحدوا مع بعض. اللي ماشي جوه الكاربال كانال ده بنقول عليه اسمه الميديال بالمر، الميديال بالمر. ده كده ماشي جوه الكاربال كانال اهي، دي الكاربال كانال ماشي فيها الميديال بالمر، ميديال بالمر ارتري، وكان ماشي جنبه الميديال بالمر نيرف. يبقى ده الميديال بالمر ارتري. الميديال بالمر ارتري ده كده جوه الكاربال كانال اهو، الميديال بالمر اللي ماشي بره ده وده رايح يتحد مع اللاترال بالمر من الناحيه الثانيه اسمه الراديال، الراديال ارتري. هنكمل مع الميديال بالمر، هنكمل معاه لحد مستوى الفتلوك. هنلاقي الميديال بالمر بينقسم، ادي اللي الناحيه الثانيه رايح على اللاترال اسمه اللاترال بالمر بروبر ديجيتال، لاترال بالمر بروبر ديجيتال، وده الميديال بالمر بروبر ديجيتال. يبقى اللي رايح ناحيه جوه ده بينقسم يدينا اللاترال بالمر بروبر ديجيتال، امال اللي مكمل معانا على الميديال ده الميديال بالمر بروبر دي. يعني هنشوف كده، ده الانقسام، الانقسام اللي داخل لجوه اللاترال بالمر بروبر ديجيتال، واللي مكمل معانا على الميديال اللي داخل لجوه ده اللاترال بالمر بروبر ديجيتال، واللي مكمل معانا على الميديال الميديال بالمر بروبر ديجيتال عند مستوى الفتلوك. يكمل كميديال بالمر بروبر ديجيتال عادي. بنشوف معاه ستراكشر تانية، ميديال بالمر بروبر ديجيتال فين ارتري نيرف، فين ارتري نيرف، فين اللي هو الميديال بالمر بروبر ديجيتال فين، ميديال بالمر بروبر ديجيتال ارتري، ميديال بالمر بروبر ديجيتال نيرف. اللي بالنسبه لنا مهم الانقسام، انت هتشوف الانقسام هنا واضح، ادي الميديال بالمر بروبر ديجيتال ارتري، وادي اللاترال بالمر بروبر ديجيتال ارتري. نقول الميديان تاني بسرعه، من اول الكومن انتر اوسياس يبدا كميديان. الميديان هيدينا بروكسيمال راديال، بروكسيمال راديال. بعد كده هيكمل يدينا اللي داخل جوه الكاربال كانال بنقول عليه الميديال بالمر، اللي من بره بنسميه الراديال. الراديال هيجي مع برانش صغير، ده اللاترال بالمر، بيجي اللاترال بالمر من الناحيه الثانيه مع الراديال ويتحدوا مع بعض. اللي هيكمل معانا وينزل لتحت على الكاربال ده اللي هو الميديال بالمر. الميديال بالمر هيجي عند مستوى الفتلوك ينقسم لميديال بالمر بروبر ديجيتال، اللي مكمل ده على الميديال، واللي داخل جوه على اللاترال اسمه اللاترال بالمر بروبر ديجيتال. ادي الميديال بالمر بروبر ديجيتال اللي مكمل معانا، وادي اللي داخل جوه ناحيه اللاترال اللاترال بالمر بروبر ديجيتال. نقول بسرعه كده بسرعه، ادي الاكسيلاري ارتري، الاكسترنال ثوراسيك، سوبرا سكابولار، سب سكابولار. سب سكابولار يدينا كودا سيركمفليكس هيومرال، السيركمفليكس سكابولار، يكمل ك سب سكابولار، الاكسترنال ثوراسيك من اول هنا البراكيال، البراكيال يدينا الكرينيال سيركمفليكس هيومرال، بعد كده يكمل كبراكيال يدينا الديب براكيال، الكولاترال راديال، بعد كده يكمل كبراكيال عادي البايسيبيتال ارتري، ويكمل كبراكيال الكولاترال انر اللي داخل لجوه ده قلنا ترانسفيرز كيوبيتال، كمل كبراكيال لحد الكومون انتر اوسيوس اللي داخل ما بين الريدياس والانا يدينا كومون انتر اوسيوس، بعد كده يسمى ميديان. الميديان هيدينا البروكسيمال راديال، كمل كميديان. قلنا في انقسام اللي هو الراديال والميديال بالمر. الراديال في بيطلع ما بينه منه اللاترال بالمر او بيطلع من هنا عادي ويتحدوا بعد كده على اللاترال سيرفيس مع بعض. ميديال بالمر اللي داخل جوه الكاربال كانال بيكمل كميديال بالمر لحد مستوى الفتلوك، هينقسم لميديال بالمر بروبر ديجيتال مكمل معانا على الميديال ده، واللاترال بالمر بروبر ديجيتال اللي هيروح يلف على اللاترال. شكرا.